يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على الناحيه المقدسه سلام على طهرها وقدسها ونورها سلام على سيدها وقاطنها بقيه الله برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعتره الحلقه السادسه والخمسون بعد الثلاثمائه سلام عليكم على مائده القمر انها اطباقنا المهدوية الرمضانية الطازجة أطباق البراءة والولاية بنكهتها الزهرائية الرائقة ومذاقها المهدوي الفاخر براءة من السقيفتين سقيفة بني ساعدة في المدينة وسقيفة بني طوس في النجف وولاية للبيعتين بيعة الغدير الأولى بيعة الأمير وبيعة الغدير الثانية بيعة القائم إنه إفطار القلوب على مائدة المحبوب تفضلوا في الكاف الشريف عن زيد الشحام عن امامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل فلينظر الانسان الى طعامه قال قلت ما طعامه قال علمه الذي ياخذه عمن ياخذه طبق جديد تم الكلام في الحلقات المتقدمه في طبقنا الرئيس انه طبق يوم الخلاص في هذه الحلقه ساقدم لكم على مائده القمر طبقا ثانيا طبقا جديدا انه طبق الثمار الجنيه احاديث محمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ساختار منها ثمارا جنيه وساقرا عليكم من كمال الدين وتمام النعمه لشيخنا الصدوق المتوفى سنه 381 للهجره الطبعه طبعه مؤسسه النشر الاسلامي قم المقدسه صفحة 318 في الباب الخامس والعشرين إنه الحديث الأول بسنده عن جابر بن يزيد الجعفي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله المهدي من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي كنية النبي أبو القاسم وكنيته كنيتي اشبه الناس بي خلقا وخلقا تكون به غيبه وحيره تكون به تكون في فتره امامته تكون به غيبة وحيرة تضل فيها الأمم ثم يقبل كالشهاب الثاقب الشهاب معروف إنها الأضواء الخاطفة التي نراها في السماء ليلا الشهب وصف الشهاب بالثاقب، الثاقب يعني المنير المضيء الذي يشتد ضوءه ونوره هذا هو الذي يوصف بالثاقب ثم يقبل كالشهاب الثاقب يملأها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. اهم نقطة تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه واله في هذا الحديث الشريف ثم يقبل كالشهاب الثاقب اي انه سيكون واضحا، سيكون مميزا برغم الحيرة التي ستهيمن على الواقع البشري المهدي من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي اشبه الناس بي خلقا وخلقا خلقا تكوينا ما نتلمسه بحواسنا وخلقا معنويا ما نتلمسه ببصائرنا المهدي من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي اشبه الناس بي خلقا وخلقا تكون به غيبه وحيره تضل فيها الامم بعد ذلك ثم ثم يقبل كالشهاب الثاقب سيكون واضحا مثلما نرى الشهاب في السماء ليلا واضحا بينا ثم يقبل كالشهاب الثاقب يملأها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما اذا ما رجعنا الى احاديث الثقافه المهدويه هناك حيرة قبل الظهور الشريف وهناك فتنة عند الظهور الشريف وهناك رؤية واضحة أيضا الحيرة قبل الظهور الشريف حيرة عامة وقد حدثتكم في الحلقة الماضية عن الكآبة العالمية التي ستضرب خيمتها ستظلل بخيمتها على جميع بقاع الأرض هناك مجموعة ستنجو من الكآبة العالمية هذه إنهم الغرباء الغرباء هم الناجون فطوبى للغرباء. هذه الحيرة قبل الظهور وعند الظهور هناك فتنة ستلتبس الامور على كثير من الشيعة بسبب اتباعهم لمراجع حوزة الطوسي ومراجع حوزة الطوسي سيكونون ضائعين بين شكوكهم وامراضهم النفسيه وبين حيرتهم وجهلهم المركب وفوق كل ذلك فانهم ليسوا راغبين بظهور امام زماننا يريدون ان تستمر سلطتهم الدينيه وان يبقوا في حاله ركوب على ظهور الشيعه الحمير الذين استحبروهم وهناك رؤيه واضحه الرؤيه الواضحه عند الغرباء عند الذين سينصرون ويناصرون امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه والناس على مراتب فانصار الامام الحجه فيهم النخبه وحتى في النخبه هناك نخبه النخبه وهناك منهم دون النخبه وهناك من هم دون ذلك وهم الاكثر الامام يقبل كالشهاب الثاقب انه مميز مميز في مظهره مميز في منطقه مميز في الخطوات التي يتخذها مميز في الحجج التي يقيمها مميز في البيانات التي يوجهها للعالم بنحو عام وللشيعه بنحو خاص مميز في كل شيء يقبل كالشهاب الثاقب هذا الامر يميزه الغرباء وهذا الامر يميزه اصحاب الفطره السليمه من الشيعه ومن غير الشيعه الذين سيدركون التميز والخصوصيه في امام زماننا ليس من الشيعة فقط ربما اكثر الشيعة لا يدرك ذلك من سائر الامم التي اصابتها الحيره والضلاله قبل الظهور ولكن حينما يظهر الامام فان فيهم من سيدرك التميز في هذا القائد العظيم وفي هذا المخلص الذي تنتظره الحياه لا اقول تنتظره البشريه الحياه بكلها بكل طبقاتها تنتظر يوم خلاصه صلوات الله وسلامه عليه انه يقبل كالشهاب الثاقب ومن حديث رسول الله صلى الله عليه واله هذا الى حديث مروي عن امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الصفحه الخامسه والثلاثين بعد الثلاثمائه انه الحديث الثاني عشر بسنده بسند الصدوق عن يزيد الضخم قال سمعت امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول كاني بكم تجولون جولان النعم متى هذا في عصر الغيبه في عصر الحيره كاني بكم تجولون جولان النعم تطلبون المرعى فلا تجدونه المراد من النعم الابل والنياق والأبقار والجواميس والأغنام والماعز والخيول وسائر الحيوانات الأخرى التي تشارك الإنسان في حياته ومشاغله وأشغاله كاني بكم تجولون جولان النعم تطلبون المرعى فلا تجدونه نعم تبحث عن مرعى كي ترعى فيه كي تاكل اعشابه وحشائشه وما نبت فيه من نبات الارض فهذه الانعام تجول في هذه الارض الواسعه التي يفترض فيها ان تكون من المراعي المعشبه بالاعشاب والحشائش التي تبحث عنها هذه الحيوانات لكنها لا تجد شيئا هذه مراعي مقفره هذه مراعي يباب ليس فيها من عشب وليس فيها من حشائش كاني بكم تجولون جولان النعم تطلبون المرعى فلا تجدونه انها حاله الشيعه وهي تبحث عن طعامها الحقيقي فلينظر الانسان الى طعامه سيد الاوصياء يخبرنا عن حاله الشيعه زمان الغيبه الطويله من انهم يبحثون عن طعامهم ولكنهم لا يجدونه لماذا لانهم يبحثون في مكان ليس فيه من طعام للشيعه طعام الشيعه موجود في قران محمد وال محمد المفسر بتفسيرهم وفي خمائل حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم هذه مراعي الشيعه هنا يجدون طعامهم هنا يجدون شرابهم لكن المشكله الشيعيه من انهم يبحثون في جهه اخرى انهم يتركون المراعي التي تتدفق فيها العيون الصافية ويذهبون إلى جهة أخرى ليس فيها إلا المستنقعات ليس فيها إلا العيون الكدرة القذرة حتى لو نما هناك شيء من النبات فانه ينمو على قذارات مياه تلك المستنقعات هذه مشكله الشيعه وهذه المشكله اسسها لنا الطوسي حينما اسس حوزه النجف سنه اربعمئه وثمانيه واربعين لازالت المستنقعات القذره هي هي. ولا زالت العيون الكدرة الوسخة هي هي. كأني بكم تجولون جولان النعم تطلبون المرعى المرعى النظيف المرعى الذي سقي بمياه العيون النقية النظيفة الطاهرة تطلبون المرعى فلا تجدونه طلب المعارف من غير طريقنا اهل البيت مساوق لانكارنا رسالة إمام زماننا الحجة ابن الحسن لنا لشيعته نذهب إلى فاصل عن, عن ابي حمزه, حمزة الثمالي قال, قال قلت لابي عبد الله الصادق صلوات الله, الله عليه إن, ان ابا جعفر, جعفر عليه السلام, السلام كان يقول ان خروج السفياني من الامر المحتوم, المحتوم. قال لي نعم هو اختلاف ولد العباسي من المحتوم, المحتوم. وقتل النفس الزكية من المحتوم وخروج القائم عليه السلام من المحتوم فقلت له فكيف يكون النداء قال ينادي مناد من السماء أول النهار ألا إن الحق في علي وشيعة ثم ينادي إبليس, ابليس لعنه الله في اخر النهار, في آخر النهار. الا ان في الحق في السفياني, في السفياني وشيعته فيرتاب عند ذلك, ذلك المبطلون في الصفحه الحاديه والخمسين بعد الثلاثمائة من المصدر نفسه من كمال الدين وتمام النعمة الباب الحادي والثلاثون إنه الحديث الثاني بسنده بسند الصدوق عن أبي حمزة الثمالي عن أبي خالد الكابولي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه أبو خالد الكابولي يقول دخلت على سيدي علي بن الحسين زين العابدين فقلت له يا ابن رسول الله أخبرني بالذين فرض الله عز وجل طاعتهم ومودتهم وأوجب على عباده الاقتداء بهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هذا هو طلب ابي خالد الكابولي من إمامنا السجّاد يا ابن رسول الله اخبرني بالذين فرض الله عز وجل طاعتهم ومودتهم واوجب على عباده الاقتداء بهم بعد رسول الله فماذا قال له امامنا السجاد صلوات الله عليه فقال لي يا كنكار كنكار هو الاسم القديم الاول لابي خالد الكابولي فهو كابولي من كابول من افغانستان امه سمته بهذا الاسم وهذه اللفظه في اصلها فارسيه اللغة الافغانية والفارسية لها جذور واحدة كنكر لفظة فارسية اتعرفون ما معنى كنكر؟ الكنكر هو هذه الثمرة التي تعرف بالأرض شوكي هناك ثمرة خضراء معروفة تعرف بالأرض شوكي الأرض شوكي في اللغة الفارسية يقال له كنكر وكنكر هو الاسم الذي سمي به ابو خالد الكابلي من قبل امه ولم يكن من احد يعرف ذلك ولذا فان الامام خاطبه بهذا الخطاب لمقصد عند الامام انا لا اريد ان اخوض في كل التفاصيل لأن كنكر هذا في بداية أمره كان متصلا بمحمد بن الحنفية وكان يتصور أن محمدا ابن الحنفية هو الإمام قطعا محمد ابن الحنفية لا يقول بهذا ولكن هناك من الناس من اعتقد بهذا الاعتقاد ومنهم ابو خالد الكابولي في بدايه امره حين قدم الى المدينه فقال لي يا كنكار الامام السجاد يقول لابي خالد الكابولي يا كنكار إن أولي الأمر الذين جعلهم الله عز وجل أئمة للناس وأوجب عليهم طاعتهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين ابن علي بن أبي طالب ثم انتهى الأمر إلينا انتهى الأمر إلينا إلى الإمام السجاد ثم سكت فقلت له يا سيدي روي لنا عن أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه أن الأرض لا تخلو من حجة لله عز وجل على عباده فمن الحجة والإمام بعدك قال ابني محمد واسمه في التوراة باقر الإمام يشير إلى التوراة الأصل وليس إلى التوراة المحرفة قال ابني محمد واسمه في التوراة باقر يبقر العلم بقرة هو الحجة والإمام بعدي ومن بعد محمد من بعد محمد الباقر ومن بعد محمد ابنه جعفر واسمه عند أهل السماء الصادق فقلت له يا سيدي فكيف صار اسمه الصادق وكلكم صادقون قال قال امامنا السجاد يحدث كنكر هذا قال حدثني ابي الحسين عن ابيه عن امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه واله قال اذا ولد ابني جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن ابي طالب فسموه الصادق فان للخامس من ولده فان للخامس من ولده ولدا اسمه جعفر يدعي الامامة اجتراء على الله وكذبا عليه فهو عند الله جعفر الكذاب فإن للخامس من ولده الإشارة هنا إلى إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه فهو عند الله جعفر الكذاب إنه جعفر ابن الإمام الهادي الذي دعا الإمامة زورا وبطلانا فهو عند الله جعفر الكذاب المفتري على الله عز وجل والمدعي لما ليس له بأهل المخالف على أبيه والحاسد لأخيه أما أبوه فهو الهادي وأما أخوه فهو الحسن العسكري المخالف على أبيه والحاسد لأخيه ذلك الذي يروم كشف ستر الله عند غيبة ولي الله عز وجل حينما كان متعاونا مع السلطة العباسية لأجل أن يوصلهم إلى الحجة القائم كي يتمكنوا من قتله والقضاء عليه الذي يروم كشف ستر الله عند غيبة ولي الله عز وجل أبو خالد الكابولي يقول ثم بكى علي بن الحسين بكاء شديدا ثم قال: كاني كاني بجعفر كاني بجعفر الكذاب وقد حمل طاغيه زمانه انه الخليفه العباسي وقد حمل طاغية زمانه على تفتيش امر ولي الله. على تفتيش بيت الحسن العسكري، وعلى تفتيش عائلة الحسن العسكري، وعلى تفتيش نساء وجواري الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. كأني بجعفر الكذاب وقد حمل طاغيه زمانه على تفتيش امر ولي الله والمغيب في حفظ الله والتوكيل بحرم ابيه بحرم ابيه بحرم الامام العسكري جهلا منه بولادته وحرصا منه على قتله ان ظفر به وطمعا في ميراثه حتى ياخذه بغير حقه هذا هو الذي كان يريده جعفر الكذاب قال ابو خالد أبو خالد الكابولي فقلت له يا ابن رسول الله يقول لإمامنا السجاد وإن ذلك لكائن هل يتحقق هذا؟ فقال إي وربي الإمام السجاد يقول فقال إي وربي إن ذلك لمكتوب عندنا في الصحيفة التي فيها ذكر المحن التي تجري علينا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. قال ابو خالد: فقلت يا ابن رسول الله ثم يكون ماذا؟ قال ثم تمتد الغيبه بولي الله عز وجل الثاني عشر من اوصياء رسول الله والائمه بعده بعد الذي يجري من جعفر الكذاب وبعد ما يتحقق على ارض الواقع من الوقائع والأحداث التي أخبرنا بها رسول الله وآل رسول الله تمتد الغيبة وتكون على غيبتين غيبة أولى قصيرة وغيبة ثانية طويلة قال أبو خالد فقلت يا ابن رسول الله ثم يكون ماذا؟ قال ثم تمتد الغيبة بولي الله عز وجل الثاني عشر من أوصياء رسول الله والأئمة بعده إمامنا السجاد مستمر في حديثه يا أبا خالد يا ابا خالد ان اهل زمان غيبته القائلين بامامته والمنتظرين لظهوره القائلين بامامته المعتقدين بامامته هناك فارق بين القول والكلام فان الكلام قد يصدر من الإنسان وهو نائم من دون وعي ومن دون قصد فلا يقال من أن النائم قال كذا وكذا إذا استعملنا هذا الاستعمال فهو استعمال مجازي وإنما يقال من أن النائم تكلم في نومه وكان كلامه كذا وكذا القول يكون في اليقظة ويكون عند الانتباه والقول هو المعتقد والرأي الساكن في العقل والقلب يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بامامته، المعتقدين بامامته والمنتظرين لظهوره افضل من اهل كل زمان. قطعا اذا ما توفرت فيهم الاوصاف التي تجعلهم بهذه المنزله. امامنا السجاد يتحدث هنا عن مجتمع شيعي يكون زمان الغيبه بهذه المواصفات المفترض ان يكون هذا المجتمع ولكن على ارض الواقع ليس هناك من مجتمع شيعي تتوفر فيه هذه الاوصاف ربما تتوفر هذه الاوصاف في افراد من المجتمع الشيعي بشكل شخصي هنا او هناك يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان، لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة هذه الكلمات بحاجة إلى شرح طويل وإلى بيان مفصل لكنني قد قمت بهذا كرارا ومرارا في مختلف برامجي وفي الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج من برنامج الخاتمه لذا فاني سامر مرورا سريعا على كلمات هذه الروايه الشريفه انني احببت ان اقرا الحديث كاملا لكم في هذه الحلقه لانني دائما اقتطع السطور الاخيره من الروايه لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة إنما يتحقق هذا من خلال البصيرة النيرة حينما نمتلك البصيرة النيرة فإننا نستطيع ان نتعامل مع امام زماننا ومع غيبته وشؤون غيبته بهذا المستوى من العقيده والفهم ما صارت به الغيبه عندهم بمنزله المشاهده وجعلهم في ذلك الزمان بمنزله المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف هؤلاء الذين يوصفون بهذه الاوصاف هكذا يقول عنهم امامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه اولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاه الى دين الله عز وجل سرا وجهرا. الروايه واضحه وواضحه جدا. اهم مطلب فيها التمهيد لظهور امام زماننا، ما هذا الكلام يمثل برنامج التمهيد وجعلهم في ذلك الزمان بمنزله المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف اولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاه الى دين الله عز وجل سرا وجهرا هذا هو برنامج العمل نذهب الى فاصل عن امامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه الامام كالشمس الطالعه المجلله بنورها للعالم وهي في الافق بحيث لا تنالها الايدي والابصار الامام البدر المنير والسراج الزاهى والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى واجواز البلدان والقفار ولجج البحار الامام الماء العذب على الظما والدال على الهدى والمنجي من الردى الامام النار على اليفاء الحار لمن اصطلى به والدليل في المهالك من فارقه فهالك الامام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئه والسماء الظليله والارض البسيطه والعين الغزيرة والغدير والروضة الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد في الداهية النآت الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي الى الله والذاب عن حرم الله الامام المطهر من الذنوب والمبرأ عن العيوب المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين الامام واحد دهره لا يدانيه احد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب. في الصفحة السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة من المصدر نفسه انه الحديث الثامن. بسنده بسند الصدوق عن ثابت الثمالي انه ابو حمزه الثمالي فاسمه ثابت عن ثابت الثمالي عن إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه من انه قال فينا نزلت هذه الآيه في محمد وال محمد. اية آية: واولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. واولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وفينا نزلت هذه الآية وجعلها كلمة باقية في عقبه والإمامة في عقب الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم إلى يوم القيامة وإن للقائم منا غيبتين إحداهما أطول من الأخرى أما الأولى الغيبة الأولى وهي الغيبة القصيرة اما الاولى فسته ايام او سته اشهر او سته سنين اما الاولى يعني الغيبه الاولى فسته ايام او سته اشهر او سته سنين على وجه من الوجوه او ست سنين على وجه اخر واما الاخرى فيطول امدها حتى يرجع عن هذا الامر اكثر من يقول به إذن هناك غيبتان الغيبة الأولى وهي الغيبة القصيرة هذا الذي ذكره إمامنا السجاد بخصوص طول مدة الغيبة الأولى الإمام يريد أن ينبهنا إلى قانون البداء ومن أن الأمة بعملها وتوجهها ومعرفتها وعقلها تستطيع أن تجعل الغيبة ستة أيام أو أن تجعلها ستة أشهر أو أن تجعلها ست سنين أما الأولى فستة أيام أو ستة أشهر أو ستة سنين أو ست سنين هذه الاحتمالات التي ذكرت ما بين الأيام والأشهر والسنين إنها تشير بشكل واضح إلى قانون البداء ومن أن قانون البداء في حالة معينة في ظرف معين له خصائصه يتدخل في هذه التفاصيل التي تحدثنا الروايه الشريفه عنها وان للقائم منا غيبتين احداهما اطول من الاخرى اما الاولى وهي القصيره فسته ايام أو ستة أشهر أو ست سنين وأما الأخرى وهي التي نحن نعيش في أكنافها وأما الأخرى فيطول أمدها حتى يرجع عن هذا الأمر أكثر من يقول به إنها حالة الكآبة التي مر الحديث عنها والنجاه وطوبى لمن للغرباء فقط واما الاخرى فيطول امدها حتى يرجع عن هذا الامر اكثر من يقول به الرجوع قد يكون بالخروج من التشيع اصلا فإن بعض الناس سيكونون خارجين من التشيع يتوجهون إلى الاتجاه الناصبي أو إلى أي اتجاه آخر رجوع القائلين بإمامته قد يكون بالرجوع الى عقائد المقصره الى عقائد المرجئه فان الشيعيه يتواصل مع امام زمانه وفقا للثقافه التي يحملها فحينما يكون مشبعا بالثقافه التقصيريه وبالثقافة التي ينالها الشيعي من العيون الكدرة القذرة عبر الوسائط التي تنقل اليه تلك الثقافة فإنه سيكون راجعا إلى عقيدة الضلال إلى عقيدة المرجئة وأما الأخرى الغيبة الطويلة فيطول أمدها حتى يرجع عن هذا الأمر أكثر من يقول به فلا يثبت عليه إلا من قوي يقينه وصحت معرفته ولم يجد في نفسه حرجا مما قضينا وسلم لنا اهل البيت اذا الناجون هم المسلمون والمسلمون هم الغرباء فطوبى للغرباء هؤلاء هم الناجون واما الاخرى فيطول امدها حتى يرجع عن هذا الامر اكثر من يقول به فلا يثبت عليه إلا من قوي يقينه وصحت معرفته ولم يجد في نفسه حرجا مما قضينا وسلم لنا أهل البيت الصورة واضحة وواضحة جدا لكن مرتبة من مراتب الرجوع عن الاعتقاد بامام زماننا هناك مرتبه وهي مرتبه خطيره حينما يفقد الانسان حماسه العقائدي حينما لا يكون الشيعي متحمسا لظهور امام زمانه وباحثا عن كل صغيره وكبيره توصله الى فناء امام زمانه حينما يعرض عن كل ذلك بعد ان كان معتقدا بكل ذلك حتى ان كان يعتقد من ان الحجه ابن الحسن بين اظهرنا وهو إمامنا لكنه لا يعيش الحماس العقائدي بعد أن كان يعيشه وكان عليه فذلك هو الآخر قد رجع عن إمام زمانه من تساوى يوماه فهو مغبون من تساوى يومه فهو مغبون فما بالكم ان يكون يومه انقص من امسه الروايه تحدثنا عن مثل هذه الاحوال نذهب الى فاصل عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول ان لصاحب هذا الامر غيبه لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل فقلت له ولم جعلت فداك قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره. إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة، وقتل الغلام، وإقامة الجدار لموسى عليه السلام، إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة وإن كان وجهها غير منكشف لنا في الصفحه الثالثه والستين بعد الثلاثمائه من المصدر نفسه من كمال الدين وتمام النعمه انه الحديث السادس عشر بسنده بسند الصدوق عن محمد بن مسلم الثقفي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: القائم منا منصور بالرعب، مؤيد بالنصر، تطوى له الأرض وتظهر له الكنوز وتظهر أو تظهر له الكنوز المعنى واحد إمامنا الباقر كما يحدثنا محمد بن مسلم القائم منا منصور بالرعب المراد من الرعب هنا ما يقارب في ايامنا هذه في الحروب ما يقال له الحرب النفسيه لكن الروايه هنا تتحدث عن حاله رعب حقيقيه ستهيمن على اعداء امام زماننا فحينما يتحرك صاحب الامر بجيشه الى جهه من الجهات فان الرعب سينتشر في تلك الجهه قبل وصول الامام بمده زمانيه قد تكون طويله في بعض الاحيان القائم منا منصور بالرعب مؤيد بالنصر فليس له من رايه تنتكس راياته ستبقى خفاقه وستكون رايته منتصرة في كل حال من احوالها هكذا اخبرونا وحدثونا صلوات الله عليهم القائم منا منصور بالرعب مؤيد بالنصر تطوى له الارض قد يقول قائل من ان المراد من هذه العباره تطوى له الارض من ان الامام سيستعمل وسائل نقل سريعه جدا لكن الروايه واضحه فالحديث هنا عن طي الارض كما قلت لكم أنصار الإمام على مراتب فهناك من أنصار الإمام من هو قادر على الطيران في الفضاء وأن يصل إلى المواضع وإلى البقاع التي ما وصل إليها أحد إلى زمان الظهور منذ زمان ابينا ادم والى زمان الظهور حينما اتحدث عن ان بعض انصار الامام سيكونون قادرين على الطيران لا اتحدث انهم يستعملون وسائل الطيران انما يطيرون بانفسهم وهناك من انصار امام زماننا يسيرون على الماء و و و حديثي هنا عن قوات النخبه ليس كل الذين هم في جيش الامام يمتلكون هذه القدرات هذه القدرات تمتلكها النخبه فالمراد من طي الارض هو ان بعض انصار الامام سينتقلون انتقاله سريعه من هذه النقطه على الارض الى نقطه اخرى عبر طي الارض وليس الحديث هنا عن وسائل نقل سريعه القائم منا منصور بالرعب مؤيد بالنصر تطوى له الارض وتظهر له الكنوز المراد من الكنوز هنا كنوز الارض ليس كنوزا دفنها الانسان قد يكون هناك من الكنوز التي دفنها الانسان الا ان الروايه ليست ناظره الى هذا انها كنوز ما خلقه الله في باطن هذه الارض القائم منا منصور بالرعب مؤيد بالنصر تطوى له الارض وتظهر له الكنوز يبلغ سلطانه المشرق والمغرب المشرق والمغرب في الارض والمشرق والمغرب في السماء الدنيا ويظهر الله عز وجل به دينه على الدين كله ولو كره المشركون هذه بعثه نبينا صلى الله عليه واله التي تتجلى عند خيام القائم مقدمه لتجلي بعثه النبي الاعظم في اتم صورها وفي ارقى مراقيها في عصر الدوله المحمديه العظمى التي تكون في اخر عصر الرجعه القائم منا منصور بالرعب مؤيد بالنصر تطوى له الارض وتظهر له الكنوز يبلغ سلطانه المشرق والمغرب ويظهر الله عز وجل به دينه على الدين كله ولو كره المشركون فلا يبقى في الارض خراب الا قد عمر الارض التي تفتقر الى الماء ارض خراب والارض التي يتوفر لها الماء لكنها ليست مزروعة أرض خراب الأرض التي تكثر فيها الخرائب أرض خراب والأرض التي يحتاج الناس فيها أن ينشر البناء في أنحائها وأحنائها فهي أرض خراب بحاجة إلى عمران فلا يبقى في الأرض خراب إلا قد عمر وينزل روح الله عيسى بن مريم فيصلي خلفه يصلي خلف قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه هناك حاجة لوجود عيسى المسيح في تطبيق البرنامج المهدوي لان عيسى المسيح سيكون حجه على النصارى وعلى اليهود وهؤلاء هم حكام العالم نذهب الى فاصل عن عبد الرحمن بن كثير قال كنت عند ابي عبد الله امامنا الصادق صلوات الله عليه اذ دخل عليه مهزم الاسدي فقال اخبرني جعلت فداك متى, متى هذا الامر, الأمر الذي تنتظرونه فقد طال فقال يا مهزم, مهزم كذب الوقاتون, الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون والينا, وإلينا يصيرون عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب فلسنا نوقت لأحد وقتا فلا يبقى في الأرض خراب إلا قد عمر وينزل روح الله عيسى بن مريم فيصلي خلفه كي يثبت للنصارى ولليهود ولسائر الأمم من ان الاقرب الى الله سبحانه وتعالى هو هذا هو هذا الذي يصلي خلفه عيسى المسيح حينئذ ستتضح الحقيقه تتضح الحقيقه امام اليهود وامام النصارى اتحدث عن اليهود بكل طوائفهم وعن النصارى بكل طوائفهم واتحدث عن المسلمين ايضا بكل طوائفهم ستكون الحقيقه واضحه وجليه فها هو عيسى بن مريم ينزل من السماء وبمرأى ومسمع من الخلائق أمام أعينهم الإعلام سينقل ذلك نقلا مباشرا ها هو عيسى المسيح مثل ما جاء وصفه أتحدث عن وصف ثيابه وعن وصف نعاله وعن وصف شعر راسه وعن وصف حسن وجهه وعن وعن ها هو ينزل امام اعين الناس ووسائل الاعلام تنقل ذلك نقلا مباشرا انه عيسى المسيح الذي ينتظره المسيحيون ها هي الحجه الواضحه تقوم على الجميع وها هو المسيح يقف ماموما وراء امامنا يصلي خلف الحجه ابن الحسن لاجل ان يبين للناس من ان خليفه الله الذي استخلفه على الارض استخلافا حقيقيا هو هذا استخلاف الانبياء السابقين واستخلاف اوصيائهم واستخلاف الامم الصالحه فيما مر من الزمان كان استخلافا ثانويا الاستخلاف الرئيس الاستخلاف الاولي الاستخلاف الحقيقي هو هذا هذا خليفه الله ولذا فان عيسى المسيح يقف ماموما ويقف جنديا طائعا بين يديه فلا يبقى في الأرض خراب إلا قد عمر وينزل روح الله عيسى بن مريم فيصلي خلفه قال قلت يا ابن رسول الله متى يخرج قائمكم محمد ابن مسلم بعد ان بين له امامنا الباقر ما بين من المضامين التي اشرت اليها يسال امامنا الباقر فيقول يا ابن رسول الله متى يخرج قائمكم امامنا الباقر يحدث محمد بن مسلم ويحدثنا نحن ايضا فيقول اذا تشبه الرجال بالنساء وهذا يجري في عصرنا بنحو يكون اكثر بالقياس الى العصور السابقه ان يتشبه الرجال بالنساء هذا موجود في كل عصر في كل الازمنه المتقدمه لكن في زماننا صار واضحا وواضحا جدا وصار لدينا الانواع الكثيره من تشبه الرجال بالنساء هناك تشبه بالملابس والشعر والمكياج هناك تشبه بالطبيعه الجسديه والحاله الانثويه التي تكون خنثويه عند هؤلاء الرجال الذين يتشبهون بالنساء وقد تصل الحاله الى ان يغير الرجل حالته الجنسيه وحتى هذا الامر على مراتب على درجات هناك تغيير جزئي وهناك تغيير كلي كامل اذا تشبه الرجال بالنساء لا نستطيع ان نحصر درجات التشبه هذه وانما ذكرت لكم امثله كما قلت قبل قليل من ان تشبه الرجال بالنساء كان موجودا في الازمنه السابقه لكن الذي يجري في زماننا يختلف اختلافا كاملا عما مر في الازمنة الماضية من تشبه الرجال بالنساء. انه زماننا وكلما تقدمنا كلما زاد الامر سوءا. اذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال والامر هو هو فان تشبه النساء بالرجال قد يكون بالملابس وتصفيف الشعر والمكياج وأمثال ذلك وقد يكون بتقمص الشخصية الذكورية وقد يكون بتغيير الطبيعة الجنسية فالمرأة تتحول إلى رجل وقد يكون وقد يكون هذا الامر لم يكن متوفرا في العصور السابقه مثلما هو متوفر ومتاح للجميع في ايامنا هذه اذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال وهناك ما هو الاقبح واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء انه الاكتفاء الجنسي والاكتفاء العاطفي والاكتفاء الاجتماعي في داخل البيوت فتكتفي مراه بمراه ويكتفي رجل برجل ويغار هذا الرجل على صاحبه وتغار المرأة على صاحبتها إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء وركب ذوات الفروج السروج هذا تعبير كنائي والا ففي الازمنه السابقه كانت النساء تركب على السروج لا اتحدث عن كل النساء ولا اتحدث عن اكثر النساء لكن نساء الملوك ونساء الأمراء الملكات الأميرات النساء التي كانت تقود المجتمعات كنا يركبنا على السروج المراد من السروج سروج الخيل لكن العبارة لا تتحدث عن هذه الصورة بالدقة وبالتحديد وإنما يريد الإمام أن يقول من أن النساء ستشارك الرجال في كل شيء من أن النساء ستقود المعارك من أن النساء ستقود الجيوش في الدوله الفلانيه وزاره الدفاع تقودها امراه في المجموعه العسكريه من الجيش الفلاني تقودها امراه قوات الطيران التابعه للجيش الكذائي تتراسها امراه وهكذا ملكات رئيسات للوزراء وزيرات و و و هذا هو المراد من ان ذوات الفروج تركب السروج من ان النساء يصبحن قائدات وزعيمات وسيدات للمجتمع الرجالي والنسائي على حد سواء هذا هو الذي يجري في زماننا وفي ايامنا هذه العلامات نراها امام اعيننا اذا تشبه الرجال بالنساء ادخلوا الى الانترنت وابحثوا عن هذه الموضوعات ستجدون عجبا اذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء وركب ذوات الفروج السروج وقبلت شهادات الزور وردت شهادات العدول ما هو هذا الذي يجري على ارض الواقع وقبلت شهادات الزور قد يراد من هذا في المحاكم مثلا وردت شهادات العدول قد يراد من هذا في المحاكم ايضا لكن العبائر لا تتحدث عن الامثله هذه انما هو واقع الحياه الاكاذيب هي التي تصدق والحقائق الصادقه هي التي يعرض الناس عنها هذا هو الذي يجري في الواقع البشري الاعلام ماذا يفعل بنا؟ الاعلام يصغر الاشياء الكبيره ونصدق من انها صغيره مع اننا نراها كبيره ويكبر لنا الاشياء الصغيره ونصدق من انها كبيره مع اننا نراها صغيره يصف الكذب بالصدق ويصف الصدق بالكذب ونحن نقبل ذلك يحدثنا عن البضائع المضره من انها من افضل البضائع نجربها ونرى ضررها ومع ذلك نصدق الاعلانات والدعايات الاعلام يفعل ما يفعل بنا على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي والانكى من ذلك على المستوى الثقافي والاخطر من كل ما ذكرت حينما تقبل شهادات الزور في اجواء الدين وترد شهادات العدول، العدول هم الصادقون هم الامناء وهذا هو الذي يجري في واقعنا مراجع حوزه الطوسي الذين يدعون زورا من انهم نواب لصاحب الزمان يقبل كلامه ورواه الحديث الذين هم الامناء على دين الله الامناء على حديث رسول الله وال رسول الله الامناء على دين الشيعه وعقيده الشيعه يكذبون ويخونون هذا هو الذي يجري على ارض الواقع وهذا اخطر شيء بالنسبه للشيعه حينما يقبل كلام المزورين ويرفض كلام الصادقين وقبلت شهادات الزور وردت شهادات العدول ائمتنا وعدونا من انهم سيوفرون لشيعتهم عدولا ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين لكن الشيعه لا يصدقونه اما ان يصدقوا الغلاة الانجاس من الخطابيين وغيرهم واما ان يصدقوا الطوسيين البتريين المرجئيين هذا هو الذي يجري على ارض الواقع واما ان ياخذوا دينهم الى القطبيين واقعنا الشيعي بشكل واضح منذ خمسينيات القرن الماضي وهو يجري على هذه الوتيره وهو يرسم بهذه الصوره، وهذه الصوره جذورها وأصولها تعود الى سنة 448 للهجره، حينما أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف. النتائج هذه هي تقبل شهادات الزور وترد شهادات العدول الذين ينفون عن الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين نذهب الى فاصل عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ان الله عز وجل اوضح بائمه الهدى من اهل بيت نبينا عن دينه وابلج بهم عن سبيل منهاجه وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه فمن عرف من امه محمد صلى الله عليه واله واجب حق امامه وجد طعم حلاوه ايمانه وعلم فضل طلاوه اسلامه لان الله تبارك وتعالى نصب الامام علما لخلقه وجعله حجه على اهل مواده وعالمه والبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار يمد بسبب الى السماء لا ينقطع عنه مواده ولا ينال ما عند الله الا بجهه اسبابه ولا يقبل الله اعمال العباد الا بمعرفته لازال امامنا الباقر صلوات الله عليه مستمرا في الحديث حيث يقول واستخف الناس بالدماء وارتكاب الزنا واكل الربا لا يعني ان الامر محصور بهذه العناوين لكن العناوين التي اشار اليها امامنا الباقر هي من اخطر العناوين واستخف الناس بالدماء وارتكاب الزنا واكل الربا واتقي الاشرار مخافه السنتهم ويستمر امامنا الباقر حيث يقول مبينا العلامات المهمة التي تضع الجواب مقربا بين يدي السائل وهو محمد بن مسلم حينما سأل الإمام الباقرة صلوات الله وسلامه عليه يا ابن رسول الله متى يخرج قائمكم؟ فقال إذا تشبه الرجال بالنساء إلى أن وصلنا إلى هنا واستخف الناس بالدماء وارتكاب الزنا وأكل الربا واتقي الأشرار مخافة ألسنتهم وماذا بعد وخروج السفياني من الشام واليماني من اليمن هذه العلائم التي بدات تقترب شيئا فشيئا من وقت يوم الخلاص ماذا يعني هذا؟ فما ذكره إمامنا الباقر حين قال: إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال إلى أن قال واتقي الأشرار مخافة ألسنتهم هذا يعني أن واقع الحياة سيكون ملونا بهذه الالوان متى في الزمن الملاصق لفتره العلامات القريبه فالامام بعد ان ذكر ما ذكر واستخف الناس بالدماء وارتكاب الزنا وأكل الربا واتقي الأشرار مخافة ألسنتهم وخروج السفياني من الشام واليماني من اليمن الكلام واضح السفياني يخرج من الشام اليماني يخرج من اليمن فمثلما هناك أمر واضح من أن السفياني سيخرج من دمشق من سوريا بدايته من الوادي اليابس لكن عاصمته دمشق السفياني شامي سوري دمشقي بداية خروجه من الوادي اليابس كذاك هو اليماني من اليمن العباره واضحه فهؤلاء الذين يقولون من ان اليماني يخرج من مكان اخر ليسوا على صواب وخروج السفياني من الشام واليماني من اليمن مثلما يخرج السفياني من الشام يخرج اليماني من اليمن وفي الروايات فان خروجهما في يوم واحد في شهر واحد في سنه واحده في سنه رجب العلامات وفي شهر رجب العلامات وفي الايام الاولى من شهر رجب العلامات يخرج السفياني في الشام ويخرج اليماني في اليمن لماذا استعمل الامام الحرف من وخروج السفياني من الشام واليماني من اليمن انهما يتحركان باتجاه العراق الامام هنا حين يتحدث عن السفياني وعن اليماني هو لا يتحدث عن خروج السفياني في الشام حينما تبدا حركته في مواجهه الابقع والاصهب وبعد ذلك يستولي على منبر دمشق وكذا الحال بالنسبه لليماني الامام الباقر هنا يتحدث عن حركتهما باتجاه العراق فالسفياني يتحرك باتجاه العراق من الشام واليماني يتحرك باتجاه العراق من اليمن وخروج السفياني من الشام واليماني من اليمن وخسف بالبيداء الترتيب هنا ما هو بترتيب عددي رياضي هندسي وإنما هو ذكر للعلامات المهمه خسف البيداء هذه العلامه ستكون مقارنه لظهور الإمام فإن خبر جيش الخسف سيصل الى الامام والامام في مكه والامام واقف ما بين الركن والمقام فان الخسف يحدث في تلك الفتره وخسف بالبيداء انه خسف بجيش السفياني في بيداء المدينه وقتل غلام من آل محمد صلوات الله عليهم بين الركن والمقام إنه النفس الزكية الذي سيُقتل في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة وهو مبعوث من قبل الإمام الحجة إلى أهل مكة وإلى الذين في البيت الحرام من الحجاج وغيرهم كي يقيم الحجه عليهم لكنهم يبادرون الى قتله وقتل غلام من آل محمد بين الركن والمقام اسمه محمد ابن الحسن النفس الزكيه وجاءت صيحه من السماء انها الصيحه في شهر رمضان قلت لكم فان ذكر الاحداث هنا ليس على وجه الترتيب الا ان نقول من ان الامام ذكرها مرتبه بحسب الزمان لكن الذين نقلوا الروايه عن محمد بن مسلم قدموا واخروا وان كان التقديم والتاخير في ذكر العلامات موجودا في الكثير من الروايات والاحاديث وسبب التقديم والتاخير راجع الى الحيثيه التي نظر اليها الامام حين تفهيمه للمتلقي للذي يستمع اليه وجاءت صيحه من السماء انها الصيحه في شهر رمضان في صبيحه يوم الجمعه في صبيحه يوم الثالث والعشرين من شهر رمضان وجاءت صيحة من السماء بأن الحق فيه في الحجة ابن الحسن وفي شيعته فعند ذلك خروج قائمنا فعند ذلك ليس عند الصيحة وإنما عند تحقق هذه العلامات من قول الإمام إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال إلى قول الإمام وجاءت صيحة من السماء بأن الحق فيه في الحجة ابن الحسن وفي شيعته فعند ذلك فعند ذلك خروج قائمنا فإذا خرج فإذا خرج أسند ظهره إلى الكعبة واجتمع إليه ثلاث مئة وثلاثة عشر رجلا وأول ما ينطق به هذه الآية بقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين ثم يقول انا بقيه الله في ارضه البقيه هو ما بقي من شيء عزيز وكان في غايه العزه هذه هي البقية. فهذه البقية هي بقية من شيء عزيز وهذه البقية في غاية العزة ثم يقول: أنا بقية الله في أرضه وخليفته مثلما بينت لكم قبل قليل من انه الخليفة الحقيقي الذي سيصلي خلفه عيسى. انا بقية الله في ارضه وخليفته وحجته عليكم فلا يسلم عليه مسلم الا قال السلام عليك يا بقية الله في ارضه. لهذا في اكثر سلامي على الامام في برامجي اسلم عليه بهذا الاسم السلام عليك يا بقيه الله فهذا هو الاسم الذي سنخاطبه به عند ظهوره الشريف وهكذا نسلم عليه فلا يسلم عليه مسلم الا قال السلام عليك يا بقيه الله في ارضه فاذا اجتمع اليه العقد العقد عنوان لمجموعه من جيشه مثلما هناك النخبه ثلاثمائه وثلاثه عشر رجلا هناك العقد فاذا اجتمع اليه العقد وهو عشره الاف رجل خرج خرج الامام هناك النخبه ثلاثمائه وثلاثه عشر رجلا وهناك العقد فإذا اجتمع اليه العقد وهو عشرة آلاف فإذا اجتمع اليه العقد وهو عشرة آلاف رجل خرج خرج الإمام فلا يبقى في الأرض معبود دون الله عز وجل من صنم ووثن وغيره وغيره من الحيوانات من الكائنات البشرية إلا وقعت فيه نار فاحترق هذه علامة أخرى من علائم ظهوره التي تقارن ظهوره الشريف فلا يبقى في الارض معبود دون الله عز وجل من صنم ووثن وغيره الا وقعت فيه نار فاحترق وذلك بعد غيبه طويله بعد الغيبه الثانيه ليعلم الله من يطيعه بالغيب ويؤمن به كل هذا يجري والغيبه طويله والفتن شديده والامتحانات عسيره كل هذا يجري لماذا فهذه اللام لام التعليل ليعلم الله من يطيعه بالغيب ويؤمن به قطعا هذا المضمون ذكره الامام بشكل اجمالي تفصيل القول فيه يحتاج الى وقت طويل هذه مجموعه ثمار جنيه وضعتها لكم في هذا الطبق انه طبقنا الثاني من اطباق مائده القمر الطبق المتقدم كان طبق يوم الخلاص وطبق اليوم طبق الثمار الجنيه هذه ثمار جنيه جنيتها واقتطفتها لكم من الثمار القدسيه التي فاضت بها شفاه محمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين خلاصه القول في كل ما عرضته الروايات والاحاديث هناك امر مطلوب منا ان نكون في مقام التمهيد والعمل مثل ما مر علينا في رواية أبي خالد الكابولي عن إمامنا السجادي من أن الغيبة تكون عند أولئك المخلصين بمنزلة المشاهدة وهذا لا يتحقق إلا بالعمل المتواصل والتمهيد الصادق والوفاء ببيعه الغدير وكل ذلك له مقدمه مقدمه كل ذلك العقيده السليمه علينا ان نحصل العقيده السليمه فهي جوازنا للعمل في التمهيد وفي التقديم وفي التعجيل وفي خدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، هذه النقطة الأولى العمل 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 النقطة الثانية الروايات تحدثنا عن حال الناس وعن واقع المجتمعات وعن الذي يجري وسيجري في الزمان القريب من عصر ظهور امام زماننا اننا نتلمس ونحن نقرا تلك الاحاديث ان جانبا كبيرا منها قد تحقق على ارض الواقع وها نحن نعايشه ونراه بام اعيننا كل هذا يجعل عندنا املا واسعا وكبيرا واكيدا من اننا في زمان قريب من ظهوره صلوات الله عليه فان لم ندرك ايامه العظيمه نسعى الى ان نكون من الموفقين لخدمته في التمهيد لمشروعه هذا هو العصير النقي الصافي المستخلص من كل الثمار الجنيه التي جنيتها وقطفتها ووضعتها لكم في هذا الطبق الفاخر من اطباق مائده القمر. قبل ان اودعكم فانني مذكركم بالبرنامج الذهبي. البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبي أعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة, المعرفة الذهبية, الذهبية إمامك دينك ودينك دينك إمامك, إمامك العبادة الذهبية, الذهبية رابط, رابط مرابطة, مرابطة الأحرار في فناء إمامك, إمامك البراءة الذهبية, الذهبية طلق منهج اصحاب العمائم الابليسيه الكبيره في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعه فيه ان كنت راغبا في امامك ان كنت راغبا في امامك نلتقي غدا ان شاء الله تعالى اسالكم الدعاء جميعا في امان الله